Scott to Foreign Office. Possible alternatives to King Ghazi. Describe the position with regard to possible alternatives to King Ghazi. Iraq is not yet ready for a republic. The most suitable candidate seems to be Amir Zaid in the event of the king's abdication, as it makes no provision for such a matter. We had the opportunity for a talk about this with Sir A. Clark Kerr when he was in the department the other day. He was himself rather in favor of the son of King Ali, Abdul Ilah, who appears to have come on a lot since I was in Iraq. Sir A. Clark Kerr has not so far met neither the Emir Zaid nor Naif, the younger son of the Emir Abdullah. In the light of Sir A. Clark Kerr information and my own personal recollections of some of the candidates, I have prepared an alternative note on the subject which is placed within. J.G. Ward, 20th July 1936. مع عيش الملح مع جهة الملح بارها إجازة يوم أن يمكن
يلا نمشي امشي وصلنا وارجع مريحه وياك. اي نعم يلا قوم على يخشون البريطاني حتى نخلص منهم. وش بيها بريطانيا معاذ الكلب؟ من اللي خلص طلعتنا غير بريطانيا؟ ايه حتى ياخذون نصفاتنا يقعدون على رجالنا. انت نازي حتى كذا من النازيين. هو اليوم اللي يحكي عدل يسمونه نازي. راح يجي فد يوم يسمون الملا الغازي نازي. كل ما اشوف العالم راح يشتعل بنار. انا خليه يشتعل. على الاقل نخلص من الحفره اللي عايشين بيها. لا عاد هو هذا مكان احنا عايشين بيه. هاك شوف. امراه من باريس في المال. شوف ماذا نحسن من عندي ها؟ أوه. اتمنى هالساني بمصير لو بأوروبا. أوروبا وين؟ انت وين؟ هسا تشوف نتواجه. تعلن سينما الحمراء ان تحفظ. يا بروح يا الله. إذاعة قصر الزهور. أيها الشعب العراقي الكريم، إخوتك الذين يجاهدون في فلسطين يدعونك للتبرع لهم. فاجعل من دراهمك رصاصا تقاتل به الصهاينة المعتدين. يا جماعة، وارد القهوة مال اليوم كله راح أتبرع به لفلسطين. تعيش أبو أمجد. سلط الصهاينة علينا يا ابو امجد غير الانجليز والبلاوي كلها منهم. يجي يوم ما الام الملك غازي بالوجود. لا تنسون موعدنا الليله بلاد المثنى. املنا الوحيد ان نحظى بمقابله صاحب الجلاله قبل ما نرجع لسوريا. ان شاء الله. اكيد. شكرا. مع السلامه. شيء لا يحتمل نجيبك ابدا. ما الجدوى من زج هذا البلد الصغير بمشاكل مع دول كبرى نحن الان بامس الحاجه الى صداقتها؟ ما الجدوى من ذلك؟ مجرد عبث بمصير البلد ومقدراته. ولكن انتقال بلد جماعه قد يؤدي الى صراع مباشر. استاهل متطرفين بس. وذولا مستائين بسبب وبدون سبب. وماذا عن صاحب الجلالة باشا؟ أكيد راح يستاء هو أيضا من يسمع الخبر. أستاذ ناجي، هل أصبحت الحكومة عاجزة عن اعتقال أحد؟ هل وصل الأمر فعلا لهالدرجة؟ القانون لازم يتنفذ. استاذ ناجي، يلا عبر السيد الوزير طلبيات سلاح الثالثة لترفضها بريطانيا خلال سنة واحدة. تلزم بالتروج.
أصبحت النفاذ. العراق لا يمكن أن يضع مقدراته بيد بريطانيا، وإذا كانت بريطانيا ترفض تزويد العراق بالأسلحة فهناك بالتأكيد مصادر أخرى. عفوا صاحب الجلالة، المعاهدة البريطانية العراقية تلزم العراق بالاعتماد على بريطانيا وحدها في مجال التسلح. وإلى متى يبقى العراق ملزم بهذا الشرط الجائر صاحب الجلالة؟ الوقت اللي العالم بيسلح كل الآن واقف على أبواب الحرب. المعاهدة كلها جائرة عقيسة، وانفرضت على العراق فرض مقابل دخول عصبة الأمم، لابد أن تلغى عاجلا أم عاجلا. هذا أمل وأمل الشعب بيكم صاحب الجلالة. كتبوا لي تقرير باحتياجاتكم كلها، وأنا راح أتابع الموضوع بنفسي. أمرك صاحب الجلالة. طويل مع بريطانيا رشيد بيك. هذا الشيء خطير جدا معالي الوزير، التهجم على المعاهدة وعلى دولة عظمى حليفة للعراق، لعب بالنار بالوضع الدولي الراهن. بعدين هذا الموضوع كله كان لازم يتناقش هنا بمجلس الوزراء ومع زمرة من الضباط المتطرفين. صاحب الجلالة هو اللي أمر بهذا، فخامة رئيس الوزراء. إذا شنو الجدوى من وجود المجلس معالي الوزير؟ شنو الجدوى من وجود الوزارة كلها؟ هذا السؤال يجب أن يوجه لصاحب الجلالة فخامة رئيس الوزراء. هذا مو أول حادث من نوعه في تاريخ هذه الوزارة. شكرا. اتصل برئيس الديوان الملكي خلي يتفضل. يا عمرك ماشي. هذه الوزاره بتوثق فعاليتها يوم بعد يوم. لو كنت مكان فخامه الباشا تقدمت باستقالتي. هذا ما يريده المتطرفين بالضبط مع الوزير. باشا يستقيل حتى صاحب الجلالة يسند الوزارة إلى واحد منهم. بريطانيا لا يمكن أن تزود العراق بالسلاح مع وجود الضباط المتطرفين داخل الجيش. لو تم إقصاء هؤلاء الضباط المتطرفين لجرى كل شيء على بايرام. هذا مستحيل صاحب المعالي. القطاعات العسكرية معظمها تأييدهم الدولة، والمساس بأي واحد من عندهم قد يؤدي إلى كارثة.